وأبشروا أيها المسلمون، فإننا نبشركم بإعلان تمدد الدولة الإسلامية إلى بلدان جديدة، إلى بلاد الحرمين واليمن، وإلى مصر وليبيا والجزائر، ونعلن قبول بيعة من بايعنا من إخواننا في تلك البلدان. لم تكن رسالة أبو بكر البغدادي لو كره الكافرون في 13 من تشرين الأول عام 2014 مجرد كلمات تذهب أدراج الرياح أو فقاعات يطلقها قائد لتلميع صورته بين الرعية ونيل الرضا والقبول، فبعد أقل من 4 أشهر يطل مقاتلوه من سواحل البحر الأبيض المتوسط وتحديدا شواطئ طرابلس الليبية برسالة موقعة بالدماء إلى أمة الصليب كما أسموها، تمدد جديد يؤكد أن حدود التنظيم لم تعد تقتصر على مناطق في العراق وسوريا فقط، بل وسط شمال أفريقيا من بابها الواسع. نلاحظ هنا خريطة تمدد التنظيم في مواقع عدة بسوريا، كريف حلب مرورا بكامل مدينة الرقة وأجزاء واسعة من الحسكة وريفها وصولا إلى دير الزور والبوكمال مع الحدود العراقية. وإذا ما انتقلنا إلى العراق نرى أن التنظيم يسيطر جزئيا على تل عفر والموصل والرمادي وتكريت والفلوجة وكركوك والحبانية وهيت وبيجي. حدود التنظيم لم تتوقف عند الحد المذكور آنفا، ووصل القارة الأفريقية عبر فرعه إن صح القول في مصر وتحديدا في سيناء عبر جماعة أنصار بيت المقدس، والتي أعلنت مبايعتها البغدادي في 10 من تشرين الثاني الماضي. وإلى الشمال من أم الدنيا نجد موطئ قدم للتنظيم في ليبيا عبر أنصار الشريعة، والتي أعلنت مدينة درنة عاصمتها للخلافة، كما توسع عدد مناصريها في مصراتة وسرت وطرابلس العاصمة. كما امتد تأثير البغدادي إلى نيجيريا مع وجود جماعة بوكو حرام المبايعة بدورها للتنظيم. المتابع لنشأة تنظيم الدولة يقف على تاريخين مهمين لهما الأثر الأكبر في حصوله على التمدد المنشود الذي راهن عليه في شعاراته المزعومة. الأول إعلان الخلافة في 28 من حزيران 2013، والآخر في 10 من حزيران من العام اللاحق للسيطرة على مدينة الموصل العراقية، والتي كانت بمثابة لحظة فارقة لأبي بكر البغدادي بوصوله إلى هدف لم يكن أبو مصعب الزرقاوي معلمه ومؤسس تنظيم القاعدة في العراق ليقترب منه. كما يرى آخرون أن لعدم الاستقرار الناتج عن الربيع السوري وتراجع انخراط الولايات المتحدة في المنطقة وانسحاب القوات الأمريكية من العراق والأزمة الطائفية المتزايدة التي تمتد في منطقة الشرق الأوسط لعبت لعبتها في إقواء شوكة التنظيم. أما الرعب المستخدم في إنتاجاته المرئية فقد لعب دورا رئيسيا في استقطاب المزيد من مقاتلين يحافظون على حلم البقاء والتمدد.